زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح انه دي ميزه الفنان، ميزه الفنان او انه 3 4 سنين هو له تاريخ واشتغل في اكتر من عمل قبل كده، لكن فكره الانتشار ان الناس تبقى عارفاه ويبقى نجم الناس كلها بتحبه وارتبطت بيه من مش رمضان ده، رمضان اللي فات، فيبقى قريب من القلب، فيبقى لما يبقى فيه خبر مرتبط بصحته الناس كلها تهتم وتسال. وده ما كانش مرتبط بس بالناس كجمهور، ولكن حتى ظهر الاهتمام ده في التحرك اللي تم من رئاسة الجمهورية علشان يبقى فيه رعاية للفنان شريف الدسوقي بعد المحنة اللي مر بيها وبتر ساقه، فتم نقله للقاهرة امبارح وبدأ علاجه أو هيبدأ علاجه في القاهرة. إيه اللي حصل بالظبط؟ اللحظات دي بيحصل فيها إيه؟ إحنا معانا أخو شريف، أخو الفنان شريف الدسوقي، معانا الأستاذ طارق الدسوقي. أستاذ طارق، أولاً الحمد لله على سلامة سبع بعض. أولاً صراحة سعادتك، يعني أهلاً بيك فندم، وأهلاً متشرف إن أنا أكون مع حضرتك. والله الأستاذ يعني الحمد لله على كل حال، الأستاذ دلوقتي بصحة كويسة الحمد لله. ده طبعاً بفضل توجيهات السيد الرئيس والأستاذ أشرف والناس كلهم صراحة، يعني في كمية حب كبيرة جدا للأستاذ شريف، وهو مبسوط بدوت، بس هي المشكلة إن هو ما بيقدرش، يعني ما فيش تعامل مع أي حد دلوقتي في الوقت طبعا طبعا. فأنا بقول لحضرتك يعني إحنا فرحانين جدا جدا جدا. طب قول لي هو حالته دلوقتي يعني عاملة إيه بالظبط؟ هل هو بياخد مسكنات طبعا عشان الجرح بيحصل ايه؟ طبعا هي المراحل الاولانيه دي بتبقى مسكنات حاجات يعني عليه، بس يعني الحياه في الدنيا يعني تمام الحمد لله ومفيش مشاكل حوالي. نفسيا حاسس ان الناس يعني قدرته ومهتمة بيه؟ طبعا في حضرتك حاجات يعني بتبين دوت ان احنا النهارده يعني من كميه الورد الموجوده عندنا والشوكولاته، يعني كفايه يعني دي تقدير من الاب الكبير اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم جدا ودي مش هنقدر يعني خلاص مفيش حاجه ثانيه نقدر نعملها. هو اقول يعني ايه وشوشه في ودنه، بس هو كان عايز يبقى سامعني يا استاذ طارق؟ ايوه سامع حضرتك. بقول لك وشوشه في ودنه، بس هو كان عايز يبقى سبعه كان عايز يبقى مليونير، بس هو بقى مليونير بحب الناس. ده هو فرحان كده والله، هو اساسا مش همه اي فلوس ولا اي حاجه، هو بقى مليونير بحب الناس ورعايه. هو ما عندوش مشكله في اي حاجه غير ان هو فرحان بالناس كلها اللي حوالين منه. صراحه انا عن نفسي انا تعبت من الحاجات دي، لان الناس كلها عايزه تجيله والناس كلها عايزه تشوفه. أيوه. والناس كلها عايزه تسلم عليه. ايوه بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ طارق، ارجوك بلغوا تحياتنا، بلغوا دعواتنا له بالشفاء ان شاء الله، وكل الناس زي ما قلت لحضرتك هو بقى مليونير، بس مليونير بحب الناس وقربه منه. شكرا جزيلا.